بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الحصتين السابقتين عن أسباب الإرث وأركانه وشروطه والحقوق المتعلقة بعين التركة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن موانع الإرث بما تقدر من التيسير وتيسر من التقدير، فنقول وبالله التوفيق. موانع الإرث سبعة، جمعها الحذاق في قولهم: عيش لك رزق. وكل حرف من هذه الحروف السبعة له معناه ومدلوله. عيش لك رزق. المانع الأول العين، عدم الاستهلال. وعدم الاستهلال يعني عدم استهلال المولود حياته بالصراخ، فإذا نزل المولود من بطن أمه ولم يبدي بما يشعر بحياته من بكاء وصراخ فإنه يعتبر قد ولد ميتا، فلا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة. المانع الثاني الشين، الشك في التقدم والتأخر في الوفاة. الشك يعني عدم، يعني الشك في حياة الوارث عند موت الموروث، ويكون هذا في الحوادث الطبيعية كالزلازل والحروب وغرق الباخرة وتحطم الطائرة وحوادث الشغل التي يموت فيها الأقرباء دفعة واحدة، فلا ندري من المتقدم منهما موتا من المتأخر، وبالتالي لا نعلم من منهما الوارث ومن منهما الموروث. وكذلك الشك بالنسبة للقرابة، فإذا عجز وارث عن الإدلاء بحججه التي تثبت قرابته من الهالك فإنه لا يرث. وأما الشك في الحمل بالنسبة لزوجة الهالك فإنه لا يعتبر مانعا من موانع الإرث، ولكنه يمنع تعجيل الإرث حتى ينجلي هذا الشك. إذا مات رجل وشكت زوجته في أنها حامل فإننا نرجئها إلى أن ينجلي هذا الشك، والشك في حملها ليس مانعا من موانع الإرث. المانع الثالث اللعان، واللعان معناه يمين الزوج على زنا زوجته أو نفي ولد أو حملها. يحلف الزوج على أن زوجته زنت أو أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه أو شيء من هذا القبيل، ويمين الزوجة على تكذيب زوجها، هذا هو المعروف في الشرع باللعان. واللعان إذا حدث بين الزوجين قطع التوارث بينهما لانتفاء السبب الذي هو الزوجية. وكما أن اللعان مانع من الميراث فإنه مانع من النسب بالنسبة لهذا المولود أو هذا الحمل، فإنه
يقطع النسب بينه وبين أبيه، فيثبت نسبه لأمه، يرث أمه وترثه أمه ويرث جدته لأمه ولا يرث جدته لأبيه. ويقضي القاضي بين الزوجين المتلاعنين بفرقة مؤبدة بحيث لا يمكن أن تكون له زوجة أبدا. وكيفية الحلف في اللعان هي المذكورة في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يأتي المانع الموالي وهو الكفر، وهذا الكفر سواء كان أصليا أو عارضا بسبب الارتداد، فلا توارث بين ملتين، لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلما. فمن كان متزوجا من نصرانية مثلا ومات فإنها لا ترثه، والعكس صحيح، إذا ماتت هي فإنه لا يرثها، لأن الكفر أو لأن الاختلاف في الدين مانع من موانع الإرث. ولو زال الكفر بموت بإسلام الكافر بعد موت القريب، فالإنسان الذي يرتد عن الإسلام لا يرث غيره مسلما أو كافرا، ولو زال هذا المانع الذي هو الكفر، ولو زال بموت ولو زال بإسلام القريب بعد موت الموروث، لأن المعتبر وقت الموت لا بعده، فقد يفترض فيه أنه أسلم بعد وفاة موروثه ليرث ثم يبقى على دينه، قد يسلم نفاقا أو تظاهرا ليحصل على المال. المانع الموالي الراء، والراء معناها الرق، ولا حديث عن الرق في العصور المتخلفة أو المتأخرة. المانع الموالي الزنا، فإذا وقع ونزل وكانت بين رجل وامرأة رابطة غير شرعية ونتج عنها حمل فإنه يعتبر من زنا، ولو كان الطرفان على يقين بأن هذا الحمل منهما. فيرث ابن الزنا أمه وترثه أمه ويرث أقاربها ويرثه أقاربها، ويقطع نسبه من أبيه الذي نفاه، فلا توارث بينهما ولا توارث بينه وبين أقارب أبيه. المانع الموالي القتل، والقتل نوعان:
قتل عمد وقتل خطأ. فالقتل عمد عدوانا استعجالا للميراث يعتبر مانعا من موانع الإرث. فإذا قتل إنسان موروثه ليستعجل حظه من الميراث فإنه يعاقب بنقيض قصده عملا بالقاعدة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك الأمر بالنسبة للوصية، إذا قتل الموصى له الموصية عمدا عدوانا استعجالا لأخذ الوصية فإنه يعاقب بالحرمان. فمن قتل موروثه استعجالا للإرث فإنه لا يرث، ومن قتل الموصي ليأخذ الوصية فإنه لا يأخذها. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. موانع الإرث سبعة: عيش لك رزق، فالعين عدم الاستهلال، والشين الشك في حياة الوارث عند موت الموروث، واللام اللعان، والكاف الكفر، والراء الرق، والقاف والزاي الزنا، والقاف القتل. جمعها الحذاق في هذه العبارة: عيش لك رزق. إذا أخرجنا الحقوق المتعلقة بعين التركة من تنفيذ الوصايا والديون، ما بقي فهو للورثة بعد أن نتأكد من وجود سببي الإرث: الزوجية والنسب، وشروط الإرث الأربعة: موت الموروث حقيقة أو حكما، وجود الوارث حقيقة أو حكما. الشروط الأربعة المعروفة والأركان الثلاثة المعروفة للإرث، ثم الموانع المعروفة وهي سبعة كما تطرقنا إليها آنفا. بعد هذا نقسم التركة، ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى تقسيمها بنفسه، وبدأها بالوصية وختمها بالوصية. فقال في بداية النص القرآني من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وختمها بقوله من نفس السورة: وصية من الله، والله عليم حليم. ولله در القائل حظ، ولله در القائل علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله. فبين الحظ تبيانا لوارثه فقال سبحانه: يوصيكم الله. وفي قسمة المواريث نبدأ بأصحاب الفروض، بذوي الفروض، ثم ننتقل إلى العصبة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرائض أو الفروض جمع فرض، وهو الحظ أو السهم المقدر من طرف الشارع للوارث. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال الناظم رحمه الله: والانصباء ستة في العرف: النصف ونصفه ونصف النصف. ولكل من هذه الفروض الستة ورثة. فأصحاب النصف خمسة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. قال الشيخ خليل في المختصر: من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة والتي لأب. ويرث الربع الزوج والزوجة. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.
وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فالربع نصيب الزوج ونصيب الزوجة حسب الحالة، والثمن من نصيب الزوجة إذا كانت زوجة واحدة تنفرد به وتقتسمه مع ضراتها إذا تعددنا، وكذلك الشأن بالنسبة للربع. قال الشيخ خليل رحمه الله والربع الزوج بفرع والزوجة بعدم الفرع، والثمن لها أو لهن بفرع لاحق. الذين يرثون الثلثين أربعة، بنتان فأكثر، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر. قال الله تعالى فلهما الثلثان مما ترك. وقال الشيخ رحمه الله ولتعددهن الثلثان. أصحاب الثلث ثلاثة، الأم إذا مات ولدها أو بنتها ولم يترك فرعا وارثا ولم يترك متعددا من الإخوة، يعني أكثر من واحد من الإخوة. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة أي المتعدد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الأم ترث الثلث. الجد في بعض أحواله للجد ثلاث حالات يرث بها. قال الشيخ خليل وله الخير، فهو إما أن يقاسم الإخوة إذا كانت المقاسمة أفضل له، يقول لهم أنا أخوكم ماشي جدكم إذا كان النصيب أوفر له، أو يأخذ سدس التركة أو يأخذ ثلث الباقي، فهو يأخذ ما يختاره هو وله الخير الجد في بعض أحواله. ثم الوارث الثالث من الذين يرثون الثلث الإخوة للأم. الإخوة للأم، انتبهوا جيدا، الإخوة للأم شركاء في الثلث، يرثون الثلث بالتساوي مناصفة سوية بينهم، لا فرق بين الذكر والأنثى، يرث الذكر والأنثى بحصص متساوية، الولد والبنت يأخذان نفس الحظ ونفس السهم في الإخوة للأم عندما يجتمعون في الثلث. قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث. إذن أصحاب الثلث ثلاثة، الجد في بعض أحواله والأم في إحدى حالتيها والإخوة للأم مجتمعين. ثم يأتي السدس وهو الفرض الأخير، والذين يرثون السدس سبعة، الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن مع بنت الصلب. هلك هالك وترك زوجة وبنتا وبنت ابن، فللبنت الثمن، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، سدس زائد نصف يساوي ثلثين، فنصيب الإناث إذا تعددنا يصل إلى الثلثين. البنت عندما تكون وحدها تأخذ النصف، ومعها بنت أخيها بنت الابن ترث السدس تكملة للثلثين. ثم تأتي الأخت للأب مع الأخت الشقيقة في نفس الحالة، الشقيقة ترث النصف ثم
الأخت للأب تريث معها السدس تكملة للثلثين. وأخيرا يأتي الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط الانفراد. وجود الأخ للأم وحده يأخذ السدس، ووجود الأخت للأم وحدها تريث السدس. أما إذا اجتمعوا فهم شركاء في الثلث يرثونه بالسوية بينهم، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وإني امرؤ مقبوض وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف الرجلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله فيها. وفي هذا القدر بركة، والله ورسوله أعلم. وإلى حصة قادمة بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.